للخير. بالنسبه لاول حاجه خالص، انا لما جيت مسكت النادي الاهلي انا يعني كنت خلاص سنه طبعا 16 كانت صعبه جدا على النادي الاهلي، بقى لنا سنتين ما كسبناش غير بطوله واحده، بطوله افريقيا، وكنت خلاص عازم من الامر ان انا اسافر احد دول الخليج يعني ان انا اشتغل فيها. مروان هشام العضو المجلس السابق يعني اتصل بيا وقال لي ان انت هتمسك الفرقه، فابتديت افكر طبعا ازاي نبني فريق. انا كان مطلوب مني حاجتين، بناء فريق واكسب بناء في نفس الوقت. صعبه، ده كانت صعبه جدا يعني. طبعا قعدت طبعا ادور على يعني اول حاجه، اول ما طلعت من عنده على طول كلمت احمد صلاح، ده اول واحد كلمته. بس للاسف هو كان مضى سنتين في نادي الجيش وكان خلاص يعني، وكان عبد الله 2016 يا كابتن موسم 2016 2017. المهم يعني جبت طبعا نجوم، كان محمد عبد المنعم كنت جبته من نادي الزمالك، ومحمد عادل اشتريناه من نادي سموحه، زائد راسلان كان محترف اوكرانيا. وابتديت يعني اول سنه ليا، سنه اولى بقى مدير فني مسؤول عن القطاع كله في النادي الاهلي. الراجل الاول بقى خلاص. الراجل الاول طبعا، مش بس زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت عايز ابني، ابتديت ابص تحت كمان في الناشئين تحت، لان فرقه كانت محترمه جدا اللي هي. كنت خايف وقتها يا كابتن؟ طبعا انت قدام يعني طموح جمهور ما بيسكتش، ما طموح كبير جدا، انت بتحمل همه. فرقه دايما كانت عند حسن الظن يعني، احنا دايما واحنا كنا بنلعب كنا عند حسن ظن الجمهور والاداره، وكنا بنكسب. عايز ترجع الايام دي؟ عايز ارجع الايام دي فعلا. فابتديت برضو ابص تحت طبعا الناشئين تحت، كان في يوسف صافي ويوسف مرجان وحماده عثمان، الناس دي كلها الاولاد الصغيرين كانوا حاققين مركز سادس في بطوله العالم. ابتدينا نعمل لهم عقود بسيطه، صحيح، بس كانت تحفيزيه ليهم، رمزيه بس، رمزية. عشان يحس ان النادي متمسك بيه. فابتديت الحمد لله ان انا اخد بقى الدوري والكاس. طبعا كانت صعبه طبعا ان انا اول سنه امسك مدير فني. الحمد لله يعني كان زي ما قلت لك خسرنا النادي. طلع الجيش كان بيضم كوكبه احمد صلاح، كان عبد الله واثنين محترفين ومدير فني كفء جدا وائل عيدي ساعتها. قدرنا خسرنا الدوري ساعتها بفرق شوط واحد، كانت قاسيه جدا بالنسبه لي لانها كانت قريبه قوي ان انا كنت يعني ارجع الدوري. جدا رحنا افريقيا، دي كانت بقى اكثر قسوه، ان انت تروح تلعب في تونس، في تونس دي كانت صعبه جدا. فاكر يا كابتن كان في كلام على اعتذار البطوله دي؟ والله هي كانت طلعت، بس بصراحه انا يعني صممنا ان احنا نطلع، لان كان لازم نعوض. اللعيبه كانت عندها اصرار كبير جدا، عملنا 5 ايام كان معسكر كان قوي جدا. غير كده كمان انت وقعت في مجموعه قويه جدا، احمد قطب كان النجم بتاعك اتصاب قبل النهائي، محمد عبد المنعم اتصاب في عجله للاسف صليبي في النهائي. كانت ظروف صعبه جدا وكسبنا البطوله الحمد لله يعني. ورجعنا طبعا بعدها بثلاث ايام لعبنا كاس مصر وكنا خسرناه. كانش قدامي طبعا غير ان انا السنه الثانيه ان انا. بس اول سنه وانت بتبني فريق وبتعمل حاجه من دي 1 ويقولوا زي ما بيقولوا فروم سكراتش يعني، وتاخد بطوله افريقيا طبعا، دي انا بحبها جدا. ومع ذلك تقول انا زعلان؟ لا طبعا طبعا زعلان، لان انا كنت قريب من الدوري وزي ما قلت لك، لكن كان قدامي طبعا ان انا لازم افكر. طبعا كان في قدامي عبد الله عبد السلام، هو كان يرجع بيته تاني، وكان قدامي كان احمد. قدرنا نتكلم مع احمد ان هو احنا فعلا نشتريه من نادي طلائع الجيش، لكن طبعا رفض. وجبنا محترف تونسي شكري الجويني، وابتدينا اصعد بقى يوسف الصافي ويوسف مرجان معانا ياخدوا حاجه حاجه كده. برضه ان انا لازم ارجع وفي نفس الوقت الناشئين ياخدوا. عينك على تحت القطاع تحت. الحمد لله عملنا موسم هايل جدا. صحيح. 2017 2018 كسبنا دوري وكاس وافريقيا باداء ونتيجه وكل حاجه كانت كويسه جدا، ما خسرناش ولا ماتش في السنه دي. السنه اللي بعدها لا، ده انا السنه دي احنا خدنا الثلاثيه دوري وكاس وافريقيا. وكان في غياب احمد صلاح، كان عبد الله معانا. ما احمد صلاح كان بيلعب في طلائع الجيش لسه. كان لسه، بس عبد الله كان عقده خلص ورجع. صح. كان عقده يعني خلص ورجع. يعني ده برضو يدل انه الحمد لله فضل الله. حتى احمد صلاح طبعا اضافه كبيره جدا في يعني في يعني هنا انا ليه بقول كده، انه مع تغير القماشه معاك في 2016 ما كانش معاك عبد الله ولا احمد، وبدات تعمل لعيبه لسه اول مره يلعبوا مع بعض، نجحت تاخد افريقيا. السنه اللي بعديها لما حصل تجانس واعتماد على الصغيرين وانضم ليك صانع العاب خبره وقوي زي عبد الله، خدت الثلاثيه. السنه اللي بعديها بقى اللي هي بقى 17 18 انضم لينا ايه؟ احمد صلاح اللي هو 18 19 ومحمود رؤوف. ومحمود رؤوف رجعوا لنا تاني. والحمد لله برضو قدرنا ان احنا نكسب دوري وكاس وافريقيا بدون خساره خالص. وبرضو ابتديت برضو ابص على الناشئين، طلعت الحسيني معانا، الولد صغير برضو وليه مستقبل كبير جدا. كسبنا الحمد لله كل حاجه.
كان معانا محترف انا اعترف ان هو كان السنه دي كان دون المستوى، كان روسي. بعد كده ابتديت اتطلع بقى انا كمحترفين شويه، ان انا ابص شويه اعلى، جبت محترف من كندا، كان من العشرة الاوائل على الرانكينج يعني بتاعهم. جبت جيسون، كان برضو لعيب مهاريا كان كويس جدا، لكن بالبلدي كده ما كانش جدع بالبلدي. ما كانش جدع. المهم يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب دوري وكاس وبطوله عربيه في السنه دي اللي هي سنه 19 20. صح. وكمان قدرنا نحقق 102 ماتش. كان ده انجاز كبير. كان انجاز كبير جدا بدون هزيمه طبعا، كان صعب جدا. كان 102 ماتش دول من نصيبك كان فيهم؟ 102 ال 102 كله 102. يعني ال 102 دول انت حضرتهم كمدير فني. انجاز كبير جدا فالحمد لله وشادنا بيه طبعا، ده غير الانجاز الثاني بقى بس اللي هو عدد البطولات العالميه طبعا، ولكن احنا بنتكلم على انجاز 102 مباراه. لينا ثلاث ارقام. احنا لينا ثلاث ارقام اللي هو 102 ماتش دولي بدون هزيمه، 81 بطوله على المستوى اكتر فرقه حققت بطولات في الفولي. ثالث حاجه ان احنا حققين 20 بطوله قاريه، اكتر فرقه قاريه فرقه في العالم حاصله على بطولات قاريه كفولي بول. 14 دولي و دول خلاص حفروا باسم النادي الاهلي. طبعاً. ولو قلنا ان 102 مباراه دي حضرتك ولد على ايدك هذا الانجاز. الحمد لله. وال 81 بطوله ليك منهم كام يا كابتن كلاعب؟ لا ما انا مش هاخدها بقى كمدرب بس. كلاعب 33. 33 كمدرب عام 16. 16 كمدير فني 11. اجمعهم كده نجمع بقى يا كابتن معلش 75% من 60 ده بيجمعوا معايا في الكنترول على فكره. والله 60 على طول. 60 بطوله ما شاء الله من 81 بطوله. الحمد لله حضرتك شكرت فيهم عشان لما اقول يا جماعه ان كابتن محمد موسى الحميدو من انجح المدربين واللاعبين اللي عمل تاريخ ليه ما بكذبش. الارقام ارقام يعني ما بنجاملش حد هنا في برنامج الابطال، كل حد بياخد حقه. كابتن محمد موسى الحميدو 60 بطوله من 81، 102 مباراة، 20 بطولة قارية ليك منهم فيهم يا كابتن؟ أنا ليا 6 و6 وأنا لاعب وثلاثة مدير فني. 15. أنا ليا يعني سيب أول اثنين والباقي كله. يعني ما شاء الله بنتكلم في 15 بطولة قارية أنت كنت طرف فيهم. كلاعب. يمكن أكتر. يمكن أكتر، ما هو احنا قلنا 6 و6 13 وثلاثة. 13. 13 6 لا ما هو 6 و6 12 وثلاثة 15. 15. 15 بطولة من 20 بطولة قارية. يعني يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللي قاعد قصادي يعني لازم يكرم مش بس يعني من قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا بالتكريم مستمر، ولكن ده من مصر كلها، لان الحقيقه الانجازات دي مفيش محل. والله يا كابتن هيثم الجمهور يعني له فضل كبير جدا في الموضوع ده، ان هم نفسهم الاولاد اللي بيجمعوا الحاجات دي وبيوثقوها وكانت وهم ليهم فضل كبير في الموضوع ده، ان هم يوثقوا. لا في مجموعه سوشيال ميديا شطار جدا بصراحه يعني. ودي حاجه ايجابيه فيهم جدا بس ساعات برضه بيتكوا شويه، بتروح حته كده بس هو لكن الارقام وتوثيقها حقيقة حاجة كويسة. هو كابتن هيثم يعني من حق الجمهور ان هو يأتب ويلوم وينقد طالما ان هو ما بيتجاوزش الحدود فمن حقه. انا في مكان، انا مدير فني صحيح، فانا في مكان ان انا الناس كلها ممكن تنتقد دي، انا ما عنديش فيها مشكلة ليه ما عملتش ليه ده كله، لكن اللي هو يتجاوز في حقي ده اللي انا بزعل منه.